ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يمضي لنا نيتنا في طاعته، وأن يمضي لنا هجرتنا إليه، وأن يتقبل سعينا، وأن يجعلنا من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نلقاه على الحوض فيسقينا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن نكون ممن نال شفاعته وحظي بصحبته غدا مع الأحبة محمدا وصحبه. اللهم آمين. وكان المفروض أن نبدأ هذا الكتاب المبارك اليوم، ولكن يبدو أن الكتاب لم يأتي بعد، وأحببت أن يكون بين يعني أيدينا، خصوصا والمقدمة التي دلف بها المصنف إلى كتابه مقدمة طيبة ومباركة كعادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أنه لا يصنف لمجرد التصنيف، وإنما للنصح لأمته ولإخوانه المؤمنين، ومن ثم يعالج ما يراه بحاجة إلى معالجة من قضايا عصره وواقعه. وقد كانت قضايا عصره وواقعه هي نفس القضايا التي نراها في عصرنا وواقعنا، والشبه كبير، ولأجل هذا ربما يعني نؤخر البداية في الكتاب إلى الأسبوع القادم، بحيث يتسنى وجود الكتاب إن شاء الله تعالى، نرجو على يوم الجمعة يكون موجودا إن شاء الله تعالى. وحينئذ لا بأس من الإضافة أو من الشروع في بعض المقدمات الأخرى التي كنا اختصرناها لأجل الدخول في يعني الموضوع مباشرة، ولا بأس من يعني ذكر بعضها إجمالا دون يعني تفصيل. فمن أهم ما ينبغي أن يعرف لدارس السيرة أن يعني يتعرف مصادر السيرة، من أين يعني تستقى مصادر السيرة، وإلى أي الكتب يرجع في ذلك، وما الذي يعتمده المصنفون قديما وحديثا لهذا الأمر، لأن هناك شبهة يرددها بعض المستشرقين ويعني من لف لفهم، وأن المصادر يعني نادرة ويعني فقيرة، وأن الأسلاف لم يجمعوا ولم يكتبوا، وفي هذا لمز خفي، إذ معناه أن المكتوب يعني بين أيدينا غير موثوق فيه، وهذا في الحقيقة يعني كلام غير صحيح، وإنما هي شنشنة أعرفها من أخزمي. والعجب أن يكون يعني أصل هذه الشبهات من قوم لم يعرفوا التاريخ إلا في القرن الثالث عشر الميلادي، وهم الأوروبيون الذين يعني طبقت مناهجهم في كل شيء، ومن ذلك كتابة التاريخ في زماننا. هؤلاء قوم لم يكن لهم تاريخ ولم يعرفوا كتابة التاريخ إلا بعد أن احتكوا بالعرب في مصر والشام وفي الأندلس وفي غيرها قبل القرن الثالث عشر الميلادي، وهو الموافق للقرن السابع عندنا. كانت في القرن السابع دونت السيرة تدوينا كاملا يعني شتى مراحلها وغالب مراحلها، وكان القوم تاريخهم عبارة عن يعني بعض الأساطير والخرافات ويعني القصص التي يمجها العقل السليم، وهم أنفسهم يعترفون بهذا، حتى استحيوا من تاريخهم واجتمعوا وأرادوا أن يستفيدوا مما عند العرب والمسلمين، وقد احتكوا بهم في الحروب الصليبية في ثغور الشام ومصر
واحتكوا بهم أيضا في صقلية وفي الأندلس في يعني أوروبا، واحتكوا بهم في غير موطن من المواطن، وكانوا أشتاتا لا يعرفون حضارة ولا يرجعون إلى تاريخ، وكان شأنهم كما قال الشاعر: وتحزبوا فرقا فكل جماعة فيها أمير المؤمنين ومنبر. لكن هؤلاء ما كان عندهم لا أمير ولا مؤمنون، لكن يعني كانوا فرقا متناحرة. فلما استحيوا من هذا وانتبهوا إلى أنهم لن يغلبوا المسلمين إلا بالتوحد، حاولوا أن يجتمعوا، وكانت البداية كيف نأخذ ما عند المسلمين من حضارة وعلم ومنهج وغير ذلك، ثم نبدأ فنكتب التاريخ. ما صح القوم على كتابة التاريخ إلا في القرن 13 الميلادي، واستغرق معهم ذلك يعني نحو من قرنين إلى 3 قرون. لك أن تتصور هذا، هذه مسلمات لا خلاف عليها، ليست دعاوى، هكذا يعني في كتبهم. ثم لك أن يعني تضحك بعد هذا إذا قالوا أو إذا لمزوا تاريخ المسلمين، ولا شك أن السيرة النبوية هي أنصع حلقة في حلقات تاريخ المسلمين. لك أن تتعجب كيف يلمزون تاريخ المسلمين بأنه لم يسجل ولم يكتب، وأن المصادر فيه يعني قليلة وفقيرة، وكأنه يراد أن يقال كتب بعد هذا يعني على سبيل الملء الفراغ والافتعال والاختلاق والوضع ونحو ذلك. لا شك أن هذا شيء أعاذنا الله منه، كيف ونحن الأمة الخاتمة، وكتابنا الكتاب الخاتم، وديننا الدين المحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، وحضارتنا الحضارة التي لا تغرب عنها الشمس. نعم قد تتراجع أحيانا وتتقدم أخرى، قد تدبر أحيانا وتقبل أخرى، لكنها لا تغيب عنها الشمس، بخلاف الحضارات التي اندثرت وأصبحت لا ترى منها شيئا، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. الذي يسقط لا يقوم مرة أخرى، ضرورة أنه لم يخلق للبقاء. لكن هذا الدين وهذه الحضارة وهذه الأمة ليس بعدها أمة، وليس بعده دين، وليس بعدها حضارة، فإذا قصر أصحابها كتقصيرنا، ونستغفر الله تعالى من ذلك في هذا العصر، فإنه يعني يخفو الضوء لكنه لا يطفأ تماما. ولهذا مع كثرة الضغوط وكثرة الفتن وكثرة الملاحم التي خاضها المسلمون، لا يعني يزول شأنهم تماما، وإنما لابد بموعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ولأجل هذا لابد أن نشير إلى بعض هذه المصادر، ليست إشارة استقصاء، فليست هذه يعني بغيتنا الآن، لكن إجمالا حتى نتطرق إلى بعض أهم المقدمات، حيث ننتهي إن شاء الله تعالى من ذلك، ونبدأ في الأسبوع القادم من أول الكتاب. أول هذه المصادر التي استقى منها المسلمون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخه وأيامه ويعني تاريخ أصحابه رضي الله عنهم، القرآن الكريم. وبعض أهل العلم ينزه القرآن عن هذا، يقول لا يذكر القرآن يعني ضمن مصادر التاريخ لأنه ليس كتاب تاريخ، وهذا كلام صحيح، إنما القرآن كتاب إعجاز حوى يعني أصول التشريعات وفيه من كل العلوم، هذا كلام صحيح. ليس القرآن يعني نزل لكي يكون كتاب تاريخ، هذا معروف، لكن لا بأس من وضعه في أول المصادر لأسباب، منها أنك ترى في القرآن أجزاء كبيرة من تاريخ المسلمين، ويصور غزوة بدر في سورة الأنفال، يصور غزوة أحد في نصف سورة آل عمران، يصور غزوة حنين في جزء من سورة التوبة، يتعرض لغزوة بني النضير في سورة الحشر حتى سميت بسورة بني النضير، يذكر كثيرا من أخلاق وأخبار وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا يعين في دراسة السيرة،
ولهذا فلو قيل إنه من أخص يعني مصادر السيرة لكان هذا يعني صحيحا، ويتميز القرآن عن غيره بأشياء معروفة، منها أنه يعني أعلى درجات الصدق، وهو وحي الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يشك أحد فيما جاء في كتاب الله عز وجل، ولا يختلف من به مسكة إيمان بل مسكة عقل من يعني أو حول كتاب الله عز وجل. لكن من الأمور المهمة أيضا التي لا تراها في غير القرآن أن القرآن وإن كان ليس كتاب تاريخ، بمعنى أنه لا يستقصي التاريخ على نحو تسجيل الوقائع ويعني مراعاة تسلسل أحداثها ونحو ذلك، لأنه تميز بشأن عجيب. القرآن يعني قصد أن يربي الجماعة المسلمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لتربي الدنيا بعد ذلك، قصد القرآن أن يكون يعني كتاب هداية وتربية لعموم المؤمنين في كل عصر ومصر، ولهذا لا يعني يعبأ القرآن بالتسلسل التاريخي، لأنه كما قلنا ليس كتاب تاريخ محض، وإنما يعنى القرآن بتصوير الأحداث على النحو الذي تستفاد منه الدروس والعبر، ولهذا قد يغفل يعني صفحة من التاريخ عند ذكر القصة في مكان ويعود فيذكرها في مكان آخر، قد يذكرها بالإجمال في موطن ويذكرها بالتفصيل في موطن، قد يتوقف عندها يعني كثيرا في موطن وقد يغفلها. كل هذا المقصود منه هو يعني تصوير الحدث على النحو الذي يتربى عليه المؤمنون. ومما اختص به القرآن أنه كان يتحدث عن خلجات النفوس ودقائق مشاعر المسلمين الذين يؤرخ لهم على نحو بلغ من الدقة أنهم هم أنفسهم ما كانوا يعرفون هذا. انظر كيف يخبرك عن نفسك فيما لا تعرفه عن نفسك، كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصورت أن من أصحاب محمد من يريد الدنيا إلا لما أنزل الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني كان من يعني تقديره لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو منهم، ومما رآه من يعني عجائب أخلاقهم وكيف اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما خطر على باله أن منهم من يريد الدنيا، وإنما هم اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم كطلاب آخرة. ينزل القرآن يذكر أدق الخصائص التي قد لا يعرفها القوم أنفسهم. وتأمل في يعني ما ورد في غزوة أحد: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، هم الطائفتان منكم أن تفشلا. هؤلاء الطائفتان يعني بطنان من بطون الأنصار همت أن ترجع ولم يخبر أحدا، وربما بعضهم لا يعرف هذا، مجرد هم النفس يرصده القرآن ويذكره. لا شك أن هذا فرع عن أصل معروف أن القرآن كلام الله، تنزيل من لدن حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى أعلم بالعبد من نفسه، يرصد له خلجات يعني مشاعره ودقائق نفسه التي ربما لا ينتبه إليها. ولهذا تسجيل القرآن لبعض وقائع التاريخ والسيرة هذا يعني أعلى ما يتصور من يعني صدق الخبر الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى. فالاستفادة بالقرآن أول ذلك. وقد صنفت كتب تأخذ السيرة فقط مما ورد في القرآن وتحاول أن يعني تملأ بعض هذه الفراغات بما جاء في السنة الصحيحة، لكن كان عمدتها ذكر ما ورد في كتاب الله عز وجل، فلا حرج من اعتبار القرآن أول هذه المصادر. من المصادر يعني الأصيلة أيضا في ذلك السنة، والمقصود بهذا ما ورد في الصحاح والسنن والمسانيد من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. تجد في البخاري مثلا يعني كتاب المغازي، وتتعجب مما أورده البخاري بأعلى درجات الصحة، فقد اجتمعت الأمة على يعني تلقي ما جاء في الصحيحين
خصوصا بالقبول، تجد يعني أحاديث طوالا ترصد كثيرا من أحداث السيرة، وهي من أعلى يعني المنازل توثيقة بعد ما جاء في كتاب الله عز وجل، وهذا أيضا يعني فيه قسم كبير. تجد في كتب الدلائل التي تتعرض لدلائل النبوة التي يسميها المتأخرون المعجزات ونحو ذلك، والقرآن والمصطلح الشرعي أنها الدلائل، يعني الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كتب كثيرة، منها يعني كتب منها كتاب البيهقي وهو من أشهرها وأوسعها. تجد قبل ذلك، قبل أن نذكر الدلائل والشمائل، كتب السيرة التي يعني قصد إلى تصنيفها في خصوص السيرة بعض الأوائل، كما يعني يذكر من ذلك كما قال الشافعي أصح يعني كتاب في المغازي كتاب موسى بن عقبة، وكما يعني صنف يعني من صنف كالزهري ويعني غيره، وكما صنف ابن إسحاق سيرته التي هي من أوسع يعني السير وأوثقها، ورجل مثل ابن عدي الذي كان معروفا بالتشدد في التوثيق ونحو ذلك، يذكر أنه تأمل كتاب ابن إسحاق فلم يجد فيه شيئا يعني يمكن أن يجتمع القول على أنه يعني موضوع أو نحو ذلك، وهذا توثيق يعني له قيمته. وعن ابن إسحاق أخذ ابن هشام في السيرة المشهورة التي بين أيدينا. تجد يعني كثيرا ممن كتب في خصوص السيرة، وليس المقصود الآن يعني استيعاب ذلك، وإنما حتى لا يأخذنا الوقت. تجد كتب الدلائل كما قلنا من المصادر، كتب الشمائل ككتاب الترمذي وغيره، ومن أوسعها كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياد صلى الله على نبينا وآله وسلم. تجد كذلك من الكتب التي عنيت بذلك يعني كتب التواريخ العامة، وفيها قسم خاص للسيرة كما ترى في تاريخ ابن كثير البداية والنهاية، في تاريخ ابن الأثير يعني كذلك المعروف، وفي الطبري أيضا يعني قبل هؤلاء، وفي الدرر لابن عبد البر أيضا. وتجد بعد هذا مصادر تكميلية كما يسمونها، يؤخذ منها يعني إشارات وتكملات وملء لبعض الفراغات، حتى أنك ترى في كتب الأدب مثلا، في كتب الأدب العام هم يرصدون يعني صورة الحياة الأدبية والاجتماعية في صدر الإسلام مثل هذا يعني، وبعضه يكون بالأسانيد وبعضه مما يتواتر مثل هذا يستعان به أيضا. تجد في كتب التراجم، كتب الصحابة، تراجم الصحابة، كتب تراجم يعني الرواة من يعني التابعين ومن بعدهم، هذا كله يستعان به كذلك في هذا الباب. حتى دواوين الشعر التي ربما بعضها لبعض من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كحسان بن ثابت وغيره، من هذا ما يعني يعتبر دراسات أو مصادر تكميلية للسيرة. تجد بعض كتب الجغرافيا التاريخية التي تصور يعني البلدان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وحدودها، ويعني ما كان فيها وما وقع وكيف كان شأنها في تلك الأزمان. تجد كتب الأنساب أيضا، بل حتى معاجم اللغة، كل هذه الكتب تسمى يعني مصادر تكميلية. إلى القرن الرابع وكان الناس يعنون بتسجيل ذلك على طريقة يعني المتقدمين التي كانت تعنى بذكر يعني الإسناد، يذكر الطبري ما وصله من وقائع وهو يحرص على تدوينها، يذكر يعني الواقدي مثلا في كتابه، يذكر ابن سعد في طبقاته، كل هذا يعني لأجل ذكر أكبر حصيلة ممكنة، وإن كانت الأسانيد فيها يعني وفيها كما هو معروف. ثم بعد هذا يأتي النقاد فينظرون في هذه الأسانيد. بعد القرن الرابع توقفت الرواية، وبدأ الناس يتابعون تصنيف السيرة رجوعا إلى الكتب يعني القديمة، وهي مئات بل آلاف من الكتب التي دونت السيرة بالأسانيد. ولهذا يعني يمكن أن نحصر هذه التصانيف التي بعد القرن الرابع إلى قسمين. قسم صنفه قوم يعني غير متهمين في ديانتهم وفي منهجهم،
وهم متبعون لطريقة السلف الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأصولهم هي نفس الأصول المعصومة التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم نقاوة أهل السنة ممن يمتثلون هذا المنهج المعروف، كما تجد في تصانيف ابن عبد البر وفي تصانيف شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومنهم مصنفنا أيضا الشيخ ابن عبد الوهاب في كتابنا الذي معنا. هؤلاء قوم عرف منهجهم وعرفت طبيعته، وأنه يعني منهج يرجع إلى الأصول المعروفة التي اتفق عليها أهل السنة. فهذه الكتب هي جديرة بأن تقدم، خصوصا ما كان منها يجمع بين يعني الطريقتين، لأن تصنيف السيرة عند القدماء كان يعنى بمجرد سرد الحدث التاريخي، وهذا في الأول كان مهما جدا لأنهم يبنون يعني الأصول. وعند المتأخرين لما بنيت الأصول واستقرت صاروا يعنون بمسألة تحليل يعني الأخبار وليس مجرد التدوين، التدوين تم، صار المتأخرون يعنون باستلهام العبر واستخراج الدروس وذكر الفوائد التربوية وإسقاط يعني الفوائد المختلفة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال المسلمين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وهذا يعني باب طويل. ومن أهل العلم من جمع بين الاثنين، فهو يراعي السرد التاريخي ولا يغفل أيضا الاستفادة من فقه يعني هذه الأحداث وهذا التاريخ، ولا شك أن الجمع بين الاثنين يعني أولى. لكن ظهر اتجاه آخر لابد أن نفطن له، وهو الاتجاه الذي يخالف الأصول الصحيحة التي كان عليها أهل السنة والجماعة، كالفرق المبتدعة حين تدون في السيرة. لك أن تتصور ما الذي يحدثه يعني فريق مثل الشيعة قبحهم الله حين يدونون السيرة، وهم من الأصل من أصولهم أن الصحابة جميعا كفروا إلا نفرا يعني إما أربعة وإما ثلاثة وإما سبعة وإما ثمانية على اختلاف بينهم، والأصل عندهم أن الصحابة يعني ليسوا ثقات وليسوا عدولا، وهم آفة هذه الأمة وهذه الحضارة. وهذا لا يقدح في ديانتهم فقط، يقدح في عقلهم أيضا. إذا كان كذلك فلم تكن يعني لا ينبغي أن تكون حضارة ولا ينبغي أن يكون دين إذا كان الجيل الذي نقل يعني هذا الدين متهم عندهم. لك أن تتصور طبيعة كتب الشيعة عموما في السيرة وغيرها طويلة، لأنهم يحشونها بالقصص والحكايات المختلقة ويعني التعليقات التي فيها حشو للإساءة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكتاب في السيرة من صنع الشيعة الذين يصرفون الناس عن تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبالغون في تقديس يعني الأئمة الذين عندهم إلى العهد المتأخر، ليس فقط الأئمة الأوائل الاثنى عشرية، وإنما حتى تقديس إلى الخميني وإلى الصدر وإلى السيستاني وإلى، وهؤلاء عرفت يعني عرف عوارهم وفسادهم، ومع هذا تجد الكتب. فما ظنك بكتاب كهذا تقرأه وهو يسب لك يعني أم المؤمنين عائشة، أو يسب لك أبا بكر وعمر، بل يفسر آيات القرآن على يعني ما فيه ذلك. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فالجبت أبو بكر عندهم والطاغوت عمر ونحو ذلك. كيف ترى لو أن رجلا مبتدئا أخذ كتابا يعني في السيرة، هو يريد أن يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد يعني مثل هذا الركام. قل مثل ذلك في كتب الصوفية الذين عامة دينهم الخرافات، ويصرفون الناس أيضا عن ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كانوا في الصورة لا يتظاهرون بما تتظاهر به الشيعة على أنهم أبناء عم في الحقيقة، لكن هم يصرفون الناس إلى يعني المبالغة في كرامات الأولياء ويعني تعظيم أصحاب الأضرحة ونحو ذلك، وأن فلانا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فلانا دفعه دفع فمشى من أقصى المغرب إلى يعني أدنى الحجاز بدفعة واحدة، والناس يقرؤون مثل هذا. لك أن تتصور كتاب وضعه رجل يعني صوفي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تتصور يعني رجلا معتزليا، والمعتزلة يعني ممن يقدسون العقل على حساب النصوص ولا يبالون بالأصول التي أصلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يعني ينفون كثيرا من الدلائل
المعجزات كما يسمونها، لك أن تتصور كيف يعني يعظمون العقل على حساب الشرع فيردون كثيرا من النصوص الثوابت المتواترة، لك أن تتصور كيف يحدثون في يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المبتدئ لا ينبغي أن يقرأ إلا الكتب السليمة في كل فن، في السيرة والتاريخ وفي غيرها، لا بد أن يعنى، لأن المبتدئ يعني غريب، والغريب أعمى كما تقول العامة، يحتاج حين يؤصل أن يؤصل تأصيلا صحيحا، فإذا استوى عوده وصار عنده يعني خلفيات، وصار عنده أسس، وصار عنده قيم ثوابت، وصار عنده معان يقيس عليها، فلعله إذا عرض له الغث من والسمين أن يعرف كيف يميز الغث من السمين. ولهذا لا يرجع لهذه الكتب يعني إلا الراسخون في العلم الذين لهم مقاصد صحيحة، كأن يبينوا عوارها أو ضعفها أو يردوا عليها أو نحو ذلك. هذا يعني في التصانيف التي كانت بعد القرن الرابع، حين يعني توقف يعني الرواية والتدوين وبدأ الناس يعتمدون على ما سبق، إلى أن جينا إلى العصر المتأخر الذي نحن فيه، وخصوصا في القرن 18 و19 الميلاديين و20، لما بدأ المستشرقون يكتبون تاريخهم ويلملمونه استفادة كما قلنا مما يعني تعلموه من مناهج المسلمين، ثم لم يكن عندهم من الإنصاف على الأقل ورد الجميل ما يلتزمون فيه منهج الإنصاف، وإنما بدأوا يعني على حين غفلة من المسلمين. فهذه القرون الثلاثة التي نشطوا فيها كان المسلمون قد بلغوا يعني أدنى درجات الانحطاط، والسبب كان عجيبا جدا، السبب أنهم استمرأوا العز والحضارة. لاحظ هذا السبب جيدا، ما الذي جعلهم يعني ينحطون إلى هذا؟ وصلوا إلى مرحلة من القوة، ورأوا أن الأوروبيين يعني ليسوا بشيء، وأن أمم الدنيا ليست بشيء، وهذه من السنن الكونية. وصلوا إلى أعلى ذروة المجد، وبدل أن يتابعوا العطاء على كل الأصعدة، إذ بهم يعني يقعدون عن مواصلة العطاء وعن مواصلة يعني رعاية الأمم وعن مواصلة تبليغ هذا الدين وعن مواصلة التميز الذي يليق بهذه الأمة، فحصل نوع من الركون إلى الدنيا والاستفادة يعني ما وصل إليه المسلمون من العلم والنظريات والعلم التجريبي والتقنيات التي كانت في هذا العصر، حصل نوع من الغرور، نوع من الركون إلى الدنيا. صادف هذا أن الجماعة أشبه بغزوة أحد، وأنت تعرفه، لما انصرف الرواة إلى جمع الغنائم استطاع خالد بن الوليد في مفرزة من المشركين أن يعني يباغتهم من الخلف وأن يصعد فوق يعني جبل الرماة، ومن ثم يعني نفس الذي حصل بهذا المثال الذي تعرفه، اجتمع يعني هؤلاء الحبيش الذين ليس لهم يعني قيمة ولا علم ولا حضارة، وحاولوا أن يستفيدوا مما عند المسلمين في الوقت الذي انصرف المسلمون إلى لذات الدنيا ومتاعها. والسنن الكونية لا تحابي أحدا، لا تحابي يعني مؤمنا لمجرد إيمانه، ولا يعني تأتي على كافر لمجرد كفره، وإنما السنن الكونية تعمل على قدر من يجتهد وعلى قدر من يبذل وعلى قدر من يتعب. فجرى في قدر الله عز وجل أن انعكست يعني الظروف ونزل المسلمون وصعد هؤلاء. في هذا الوقت لم يغفل المستشرقون أن يباغتوا المسلمين في حين ضعفهم، فيجمعوا كل مصادر السيرة، وقد فعلوا هذا، ولا شك أننا انتفعنا بهذا في الحقيقة، وأن كانوا هم لم يقصدوا نفعنا، وإنما قصدوا يعني تغريب جيل المسلمين. جمعوا هذه المصادر وبدأوا يعني يستعملون المنهج الذي زعموا أنه حديث وأنه لم يكن عند المسلمين،
وهو في الحقيقة منهج إنما وضعه المسلمون. ما هو هذا المنهج؟ منهج نقد المتن وليس نقد الإسناد فقط. قال المستشرقون: المسلمون قوم حواشون قماشون، جامعوا يعني متون لا يعرفونها ولا يفهمونها، ليس لهم إلا النقد الخارجي. وطبعا هذا شرف عظيم لا يعرفه هؤلاء، لكن ليس عندهم النقد الداخلي، لا يميزون النصوص ولا يعرفون كيف يجمعون الروايات ويبينون يعني بمقتضى العقل السليم والنظر الحصيف كيف يعني تفهم أو يفهم فقه هذه النصوص. صدق هذا بعض المغفلين. والحقيقة أن المسلمين، ولعله تأتي هذه النقطة بتفصيل، يعني كان عندهم النقد الداخلي كما كان عندهم النقد يعني الخارجي، يعني كان عندهم نقد المتن كما كان عندهم نقد السند، لكن انصرافهم في البداية أكثر إلى نقد السند، لأنه المرحلة مرحلة تجميع، ثم بعد أن يستوي التدوين يتفرغون بعد هذا لنقد المتن اللي يسمونه النقد الداخلي. وعند المسلمين أدلة كثيرة على إعمالهم لهذا النوع من النقد. فالمسلمون والمؤرخون لم يغفلوا لا التدوين لا النقد الداخلي ولا الخارج، لا نقد المتن ولا نقد السند، لكن تبجح الأوروبيون بالنقد الداخلي اللي هو نقد المتون، لأنهم فقراء تماما بنسبة صفر حتى في دينهم أنفسهم، وليس يعني عند غيرهم، نسبتهم صفر تقريبا وتحت الصفر في مسألة يعني الأسانيد، وبالتالي ليس عندهم إلا المتون. وكان يمكن أن يتقبل منهم ذلك لو أنهم أنصفوا. وهذه يعني الحديث ذو شجون، وأرجو أن يتسع له يعني صدرك وقلبك. يعني لماذا، يعني ما الذي أخطأ فيه المستشرقون وأخطأ فيه التابعون لهم؟ أخطأوا في قضية خطيرة جدا، هي في الحقيقة بالنسبة لهم لا تعاب عليهم وإنما تعاب علينا، وهي أن مسألة التدوين لا بد أن ينبع من يعني فكر المدون. كاتب التاريخ لا ينفك أبدا عن ثقافته وعن فكره وعن عقيدته وعن انتمائه، فما ظنك بقوم هم أول ما يدينون به كذب محمد صلى الله عليه وسلم والكفر به صلى الله عليه وسلم، وأنهم نذروا حياتهم يعني تحطيم ديانته زعموا، وصرف الناس عن دينه زعموا. فهل يتصور من أمثال هؤلاء أن يكونوا منصفين في استخراج العبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون حاميها حراميها كما يقولون؟ لا يتصور هذا شيء، يعني وهو بالنسبة لهم يعني لا يستغرب حين يفسرون النصوص على أهوائهم. مثلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قال الأميون الجاهلون. انظر، حتى القرآن يقول أن العرب دول جهال وأن المسلمين قوم جهال، وهذا طبعا فهمهم الذي، وإلا فالمقصود بالأميين ليس الجهال، إنما الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإلا كيف يقر القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي؟ لو كان هذا النبي أيضا جاهلا فما قيمة الدين الذي بعثه الله تعالى إلى العباد؟ إذن النبي أمي، والأمية في حقه شرف أنه لا يكتب، وهذا يعني يؤكد صحة الوحي الذي جاءه. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأمته أيضا أمة أمية، وهذا أيضا في الحقيقة عند التأمل شرف، لأنها ما تأتي بما اطلعت على حضارة سابقة ولا يعني وقفت على كتب يعني سابقة تنقل منها، ولا يتسنى لها ذلك، لأنهم قوم أميون. فالأمية هنا وصف يعني يهيئ هذه الأمة للشرف وللتلقي عن الوحي، ولعل هذا هو السر الذي ذكره كثير من المؤرخين في مسألة لماذا يعني اختيرت الجزيرة العربية لهذا الدين الخاتم، ولماذا اختير العرب لهذا الدين الخاتم، ولماذا اختيرت هذه المنطقة وهذا الجنس من الناس، وقد كان في هذه الدنيا حضارات، هناك الفرس ولهم حضارة، وهناك الروم ولهم يعني حضارة،
قالوا إن هذا من الإعجاز، الله سبحانه وتعالى جاء بقوم يعني أقرب ما يكون إلى الفطرة، ما عندهم شيء، ما جاءهم يعني، فهم إذا ادعوا أنهم جاءهم وحي وأنهم جاءوا بدين من عند الله، ليس لأحد أن يقول والله أنتم أخذتم هذا من بعض الكتب السابقة أو التجارب أو الخبرات، هم ليس عندهم شيء وجاءهم هذا يعني الدين. وأيضا مما يقال هنا إنهم كانوا يعني لعدم الخبرة بأي نوع من أنواع الحضارة، كانوا في الحقيقة قوما أقرب إلى الفطرة، لم تتلوث فطرتهم الأصيلة بكثير مما جاء الأمم التي لاحظت أسبابها وأشياءها وأدواتها، فظنوا أنهم يعني الذين ذهبوا وجاءوا وراحوا كالروم في ذلك الوقت والفرس وغيرهم، ولكن أمة وإن كان عندها من ألوان الشرك ونحو ذلك لكنها أشبه يعني إذا ما قارنتها بالأمم الأخرى أشبه بالجهل البسيط، إذا قارنته بالجهل المركب. العرب كانوا قوما يعني جهلهم جهل بسيط، يعني رجل يتخذ يعني صنما من عجوة ثم إذا جاع يعني يأكله يغسل صنمه، هو شرك لكنه جهل بسيط. أما الروم والفرس كان عندهم جهل مركب، يعني يصل بهم نوع من التبجح أن هذا هو الحق وأن هذا هو الصحيح وأننا لنا تاريخ ولنا حضارة ولنا، وليس عندهم شيء في الحقيقة. على كل حال الأكبر قضية وقع فيها من صدق المستشرقين ولا يعاب المستشرقون في انتصارهم لدينهم، ولا يعاب المستشرقون في عملهم يعني أمتهم، ولا يعاب المستشرقون في بذلهم من أجل يعني عقيدتهم، فهذا شيء لا يعاب وإن كانوا كافرين، وإنما يعاب عليه من صدق هؤلاء، كهذا الرجل الذي يعني كتب يعني كتابا في السيرة على منهج الأوروبيين المستشرقين، وكتب في مقدمته هذا كتاب كتبته يعني في السيرة على طريقة أو على الطريقة العلمية، يعني معنى على الطريقة العلمية أنتم كنتم قبل هذا كلكم يعني لا تعرفون علمه، وسماه حياة محمد، ما قال صلى الله عليه وسلم ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالرسالة ولا بالنبوة، هذا مقتضى العلم الحديث، ويعني سلك مسالك هؤلاء على أن هذا علم، وفي الحق هو يعني ممسوخ مقلد ليعني أسياده الذين يعني عاثوا فسادا في كتاباتهم عن النبي الخاتم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يعني الإشكال الذي يحدث عند وهذه القضية التي تطرقنا منها إلى هذا، الإشكال الذي يحدث عند المتكلمين في كتابة السيرة لابد أن تنتبه إلى هذا، أن كل واحد يغرف من أين، أنت لما تتكلم تغرف منين، من عند الجيران ولا تغرف من قلبك، كل واحد يغرف من منهجه، من يعني اعتقاده، من أصوله، من قيمه، ولهذا يعني لابد من مراعاة المصنف والكاتب في كل فن وليس فقط في السيرة. لك أن تتخيل يعني رجل قومي من القوميين كتب كتابا عن السيرة، ما الذي تتوقع منه أن يفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قومي، إذن القوميون قوم يعني أو جماعة كل تفسيرهم يدور حول قضية القومية التي تجتمع على زعيم يعيد لهذه لهذا الجنس يعني تاريخه ومجده. ولهذا القوم لما يكتب في السيرة كيف يصور النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي يصوره على أنه رسول الله؟ ما يستطيع رسول إلى الناس كافة العرب والعجم، طب أين ذهبت القومية؟ القوم يقول سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، كلام القومين من البعثيين وغيره، شوف سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، ربنا يهني بها إن شاء الله. نعم، هذا لموقع قوميته، هو يتصور النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب في السيرة يتصوره الزعيم الذي وحد العرب
ولا تكلمه في غيره. هو لا يفكر أبدا في المسلمين في الدول، يعني هو الزعيم الذي لأنه أكثر واحد توحدت العرب حوله، فيظن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد زعيما عربيا، ويفخر بالسيرة وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب فصول السيرة بناء على هذا، ويقول انظر كيف كان المهاجرون والأنصار هم كلهم عرب، وكيف راسل، ويغفل أشياء كثيرة هي في غاية يعني الوضوح، لكن على حسب تفكيري. طيب لو كان رجلا شيوعيا تختلف الصورة طبعا في فهم حقيقة النبوة والرسالة وفهم حقيقة يعني السيرة، لأن الشيوعيين أهم شيء عندهم النوازع الاقتصادية، كل تفسير الشيوعيين على يعني معاني اقتصادية. فلك أن تتصور أن الشيوعي سيصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وأصحابه من المدينة إلى يعني بلاد الدنيا يفتحوها للبحث عن المال ولتجميع يعني الثروات ول يعني الانتقام من الأغنياء وهم قوم فقراء، والصراع بين الفقر والغنى. هو أيضا معذور في هذا، هو لا يفهم إلا هذا. طب لو أنا رجلا علمانيا يتكلم في كتابة السيرة، هذا العلماني يفصل بين الدين وبين الدنيا، فسيفصل أيضا في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بين كونه يعني رسولا لله عز وجل، إماما في الصلاة ونحج كما حج ونصلي كما صلى، وبين كونه قائدا سياسيا في قضايا السياسة والتربية والعلم ونحو ذلك، فيرى انفصالا بين هذا وهذا، فيرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آخر حد المسجد والجامع، وليس له علاقة بعلاقتنا بالعلاقات الخارجية مع الأمم الأخرى، ولا من ناحية كونه يعني رجلا علمانيا. وهكذا يعني قل ما شئت في كل فرقة من الفرق التي يمكن أن ينتدب منهم يعني أحد للكتابة والتدوين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، مما ينبغي مراعاته أيضا يعني ونحن نكتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل ونحن نقرأ في يعني هذه السيرة يعني مصنف من المصنفين، أن نعلم أن مسألة كتابة، تجد أحيانا بعض المتحدثين في تدوين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل منهج المحدثين ولا يعمل منهج المؤرخين، أو يعني يقيم التعارض بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين، ومنهج المحدثين يعنى بمسألة نقد الأخبار وذكر الرجال ويعني اتصال سلسلة السند، ويعني نقد كل راو من الرواة وهل يصح قبول رواياته أو لا. لا شك أن هذا المنهج شام في جبين هذه الأمة، لكن في الحقيقة يعني الفن التاريخ أوسع من هذا يعني بعض الشيء، ولهذا لا يلزم في كل نقطة من النقاط التي تدون فيها يدون فيها التاريخ أن نجريها على طريقة المحدثين، فإن الأصول الكبار يعني تجري على طريقة المحدثين، خصوصا إذا كانت تتعلق بها أحكام أو يتعلق بها يعني وقائع تنبني عليها أحكام شرعية. لكن بعض مساحات التاريخ كالذي يعني يتحدث عن يعني تصوير مكان معين لحادثة ما وعدد من حضرها، وبعض صور يعني المعاني الحضارية التي كانت يعني في هذا الوقت وفي هذا الجيل ونحو ذلك، هذه لا يلزم أن يطلب لها نفس المنهج الذي فيه دقة في يعني على طريقة المحدثين، وإنما يعني أخبار الحضارة والعمران ونحو ذلك، هذا مسائل ليست أحكاما شرعية. ولهذا في مساحات يعني المؤرخ يقبل قوله ولو لم نستطع أن نسجله أو أن يعني نعمل فيه عمل المحدثين. وهذا وجه كلام الإمام أحمد رحمه الله لما قال ثلاثة لا أصل لها،
المغازي والتفسير والملاحم، بعض الناس يفهمون هذا لا أصل لها، يعني هي مخترعة، وإنما يقصد لا أصل لها على طريقة المحدثين، لأن فيها يعني مراسيل كثيرة، يعني قد يكون هناك رواية أخبار السند غير متصل مرسل، يعني فلان ينقل عمن لم يشاهد الحدث لكن حدثه الطائفة التي قبله ونحو ذلك. هذه المسائل يتوسع فيها في الأخبار في الحقيقة، وهذا المنهج الذي كان عليه السابقون أيضا، التفريق بين المعاني والأحداث والوقائع التي يؤخذ منها أحكام شرعية، وبين يعني المعاني التي يؤخذ منها يعني أخبار حضارية وعمرانية ونحو ذلك، فيشددون في المعاني الأولى لأنها تثبت أحكاما، ويتساهلون في المعاني الثانية. ويؤكد هذا المعنى أيضا أن يعني المتخصصين يكون عندهم من القدرة في فنهم ما قد لا يتفق في فن غير، وهذه مسألة معروفة، ولهذا لا ينبغي أن نغفل يعني دور المتخصصين في التاريخ، ويعني نقل الروايات ونحو ذلك، حتى لو كانوا حديثيا يعني غير مقبولين. وهذا الكلام أيضا يعني يكاد يكون متفقا عليه، وانظر إلى كلام الذهبي رحمه الله وهو يقول: كم من إمام في فن مقصر في غيره، يعني يريد أن يقول لابد أن نقبل منه فنه ونعنى بقوته في بابه. يقول: كم من إمام في فن مقصر في غيره، ويذكر أمثلة، يقول: كسيبوي إمام في النحو ولا يدري ما الحديث، وهذا صحيح، ووكيع إمام في الحديث ولا يعرف العربية، في الرواية يروي لكنه يعني ليس إماما في العربي، وأبي نواس رأس في الشعر عري عن غيره. أبو نواس هذا ما ربما لا يحسن يعني شيئا إلا الشعر. وعبد الرحمن بن مهدي إمام في الحديث لا يدري ما الطب قط، ومحمد بن الحسن يعني الشيبان رأس في الفقه ولا يدري ما القراءات، وحفص الإمام الذي نقرأ له، وحفص إمام في القراءات، يقول الذهبي تالف في الحديث، يعني ما تأخذ منه رواية. معنى هذا الكلام أنه لا ينبغي أن يستهان بروايات الواقدي مثلا لأنه إمام في السير والمغازي، ولا ينبغي أن يستهان أبدا بما رواه ابن إسحاق وإن كان يدلس لكنه إمام في السير والمغازي. وهذا المعنى مهم جدا، يجعلنا ونحن نعيد كتابة التاريخ ليس كل جزئية نقول هذه ليس لها سند متصل صحيح، بل من بعض النقاط ما يتطلب له ذلك، وبعض النقاط ما يقال والله هذا اشتهر في التاريخ وعرف وتناقله أصحاب الروايات والأخبار. وسيأتي معنا أمثلة كثيرة لهذا، مثلا في غزوة بني قينقاع، قصة مشهورة أن امرأة مسلمة يعني جلست إلى صائغ من اليهود في سوق بني قينقاع وهم اليهود لتشتري منه، فعمد إلى طرف ثوبها فعقده في رأسها، فلما قامت انكشفت سوءتها، فكان بعض المسلمين حاضرا فعاد على اليهود فقتله، فاجتمعت اليهود على المسلم فقتلته، فنمى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مع المسلمين وحاصروا بني قينقاع يعني 15 يوما، ثم أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى زرعات بالشام. هذا لن تجد له يعني الأثر، لن تجد له نفس الصحة التي على ميزان المحدثين، لكن يقول المؤرخون وأهل السير وحتى يعني كثير ممن يعني كتب في السيرة على طريقة المحدثين يقول: وهذا الأثر شهرته يعني تغني عن، وهذا الأثر أطبق عليه أهل السير ونحو ذلك. فهذا المقصود أنه يتخفف في بعض يعني المسائل التي لا يؤخذ منها أحكام في السير، وهذا معنى الكلام الإمام أحمد في مسألة أنه ثلاثة ليس لها أصل، يعني مرسلة فيها مراسيل، وهذا معنى كان عبد الرحمن بن مهدي إذا حدثنا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا حدثنا في غير ذلك تساهلنا. ليس معنى تساهلنا يعني أتينا بالموضوعات، لكن يقبل الحديث الحسن ويقبل يعني ما يتحسن بشواهده ونحو ذلك. وهذه مسألة مهمة، مسألة الاختصاص يراعى
يعني المختصون في كل فن على ما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى. على كل حال بقي الإشارة إلى بعض الضوابط المهمة في دراسة يعني السيرة، منها كما قلنا التأكد من صحة الحدث، ولا ينبغي يعني التساهل فيها، لكن على ما ذكر إن كان لابد من أن يكون على طريقة المحدثين فنعم، وإن كان يكفي فيه طريقة المؤرخين في بابها فنعم. أما المسارعة إلى نقل أخبار لا يصح يعني نقلها مما قد لا يليق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني لا بد منه. أيضا يعين على هذا، وهذا ضابط مهم، يعني مسألة بذل الجهد في جمع الأخبار، لا بد من جمع الأخبار بحيث يمكن الجمع بينها، فإن الجمع واجب ما أمكن. أحيانا يكون بعض الأخبار التي تروى في السيرة تفيد معنى، وقد ترى أخبارا أخرى تفيد معنى مغايرا، فعند يعني التصنيف المصنف الجيد الذي يعرف كيف يجمع بين هذا وهذا، فإذا أمكن أن ينزل هذا على حال وهذا على حال حينئذ يزول التعارض، وإذا يعني لم يمكن حينئذ ينظر في يعني الأقوى والذي له قبول أكثر فيقدم، وإلا كثيرا ما يكون الجمع ممكنا، وبعض الناس نتيجة يعني سوء الفهم لا يحسنون وبالتالي يردون الأخبار. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني الدعاء على ثقيف لأنها كفرت، فقال اللهم اهدي ثقيفا، يفهم بعض الناس من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الدعاء على الكفار، لأنه قيل له ادع على يعني قوم كافرين فلم يدع عليه، فيطلق أنه لا يجوز، ويأخذ آخرون حديثا آخر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث المشهور اللهم يعني عليك بمضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسين يوسف، يقول لا يجوز الدعاء للكفار وإنما لابد أن يدعى عليهم، لأن الظاهر هنا تعارض، مرة دعا لهم ومرة دعا عليهم، فالذي لا يميز يقول مطلقا ندعو عليهم أو يقول مطلقا ندعو عليهم، والمسألة يسيرة نجمع بين اثنين، فنقول يعني إذا رجي صلاحهم يدعى له وإذا لم يرجى صلاحهم يدعى عليه، فهل ترى تعارضا بين النصين أم يمكن الجمع على هذا النحو؟ وهذه مسألة يعني عامة سواء في تدوين السير والتاريخ أو في غير. أيضا من المسائل المهمة معرفة حدود العقل، خصوصا عند من يصنفون بطريقة يعني تدوين النصوص واستنباط يعني أحكامها وذكر العبر منها ونحو ذلك، لابد أن يعرف أن مجال الفكر والعقل له يعني مساحة، وهناك مساحات لا مجال يعني للعقل فيها، وهي المساحات يعني الغيبية مثلا، ليس صح للعقل أن يقول نحن لا نؤمن بالجن لو هذا كلام تخريف، أو لا نؤمن بالملائكة مثلا، أو لا نؤمن بعذاب القبر لأننا نفتح القبر ولا نجد شيئا مما يقولون، الحفرة هي الحفرة، لم نرى نارا ولم نرى جنة ولم نرها اتسعت ولم نرها يعني ضاقت، وكذلك لا نثبت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصدق وأغلى وأعز من أن يحتاج إلى معجزات حسية كنبع الماء بين يديه أو تسبيح الحصى أو سلام الجذع، كل هذا في الحقيقة دخول من العقل في غير بابه، يقال له يعني إذن ليس في الجو بكتيريا، لماذا؟ لأننا ما لم نرى البكتيريا ولم نرى الفيروسات، وليس هناك شيء اسمه استراليا ليه ابن الحلال، لأن احنا ما شاهدنا ولا شممنا استراليا، ولا وإنما الناس يقولون انت رحت استراليا، يقول لك لا والله، طب كيف تثبت؟ وهكذا يمكن أن تشغب عليه بمثل طريقة. فالحقيقة إن العقل له حدود، يعني استنباط يعني العقل في مجال مساحة يعني العقل، وأما هناك مسائل فوق مقتضى العقل، وهذا يقع فيه المؤرخ والكاتب حين يغفل مسألة مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرا من البشر، الذي يكتب السيرة لابد أن يراعي مسألة الوحي، وهذا أصل خطأ المستشرقين أنهم ما عاملوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه بشر يوحى إليه، وإنما عاملوه على أنه بشر من البشر، صحيح هو كان يا ما كان يعني فيما يقولون إنه ما شاء الله كان كذا، لكن ما زال إنه يبقى
فليس له أن يحدثنا عن شيء خارج حدود العقل. لا، إذا استحضرنا أنه يوحى إليه حينئذ سنعرف أن الوحي له مساحة يعني خاصة، وبالتالي لا يصح أبدا إغفال أنه يوحى إليه، فقد يقول الشيء يخالف يعني ما يتبادر إلى الذهن لكنه ثابت بأنه يوحى إليه، وقد يختار الشيء يخالف ما يتبادر إلى العقل كالذي اختاره مثلا في صلح الحديبية، ويعني أشكل هذا على عمر نفسه مع كمال ديانته وعقله، قال فعلام نعطي الدنية في ديننا، يعني قابل النبي صلى الله عليه وسلم شروطا يبدو فيها نوع من الهضم، من جاءكم يعني من جاء قريشا من محمد لا يردونه، ومن جاء محمدا من قريش يردونه، طب فين هنا الـ ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل مثل هذا بمقياس العقل الذي أعمله عمر ما يستوي، فعلام نعطي الدنية في ديننا. لكن كان أبو بكر، وهذا من المواطن التي يظهر فيها تميز أبي بكر وأنه لا يسبق، أنه قال له إلزم غرزة هو رسول الله، فطن أبو بكر إلى ما لم يفطن له عمر. كيف كانت النتيجة؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ينزل وحي يؤكد أن هذا كان فتحا مبينا، مع أنك لو بقيت 10 قرون تعمل هذا بعقلك كيف يستقيم هذا لوجدت أن هذا، لكن القضية تحتاج إلى نوع من التسليم للوحي وعدم الافتيات عليه في مساحات يتحرك فيها العقل وفي مساحات لا يتحرك فيها العقل. كذلك يعني من المعاني المهمة أن بعض مسائل السيرة أتت دون يعني أن تكون تحديدا، يعني مثلا تحديد المرحلة المكية 13 عاما هذا ليس مقصودا نفس المدة، حتى ما نبدأ الدعوة من النهاردة ونقول والله إحنا معانا 13 سنة في المرحلة المكية، السنة 14 لازم نبدأ مثلا نحارب بناء على ماذا؟ بناء على أن المرحلة المكية كانت يعني 10 سنوات. القضية ليست هكذا، ليس المقصود بذاته، وإنما المقصود معنى معين إذا حصل ينبغي يعني مراعاة هذا المعنى، وليس المقصود أن يقصد أن تكون مرحلة معنا 13 عاما ثم بعد هذا ننتقل، لا، إذا حققنا هذا المعنى في أقل من 13 عاما لو تصورنا هذا فلماذا نبقى إلى 13 عام، وإذا لم يتحقق إلا بعد يعني 13,000 عام فلا حول ولا قوة إلا بالله، نحن نسير معه. ولهذا بعض الناس يفهم مواطن السيرة خطأ، فيتصور مثلا في العهد المكي كان هناك قول الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، يبقى العهد المكي كان إياك أن ترفع يدك على أحد، فقط المسألة نصلي وما لنا علاقة لا بسياسة ولا يعني اقتصاد ولا بشيء، لأن المسلمين كانوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. بينما في العهد المدني، متى يأتي العهد المدني؟ الحقيقة ليست المسألة مسألة، المقصود كان كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة إلى أن يتم الإعداد وإلى أن تصبح راية وإلى أن يمكن المسلمون أن يجابهوا الكفار ويكون لهم قوة ومنعة. ولهذا لما حصل هذا المعنى بدأ يعني تشريع الجهاد، ويعني قيل لهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلا يقال أن المسألة كانت مرحلة بقدر ما هي معنى معين، يعني ما كانت عددا مؤقتا من السنوات بقدر ما هو يعني وجوب السعي في تحقيق هذا المقصود، وهو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كل هذا يعني ونحن نستخرج الإشكال، ما أين يقع الإشكال؟ الإشكال أن تجد كاتبا في السيرة يستخرج أشياء على هواه، وهذا الأمر في الحقيقة سببه ضعف العلم، ونحن في زمان عجيب في الحقيقة، نحن في زمان من عجائب هذا الزمان أن لكل أحد أن يتكلم في أي شيء بالذات إذا كان في الدين، وليس له وليس عليه أي حرج، خصوصا إذا كان يعني معه شهادة في أي شيء أو له منصب في أي شيء. أرسل إلي مرة رجل يعني دكتور في كلية التجارة هنا في يعني كتابا كتبه في الربا ويعني حكم الإسلام فيه، ووجدته هو نفسه وفر علي الكلام الذي كنت أريد أن أقوله، وجدت في المقدمة يقول في مقدمة الكتاب حوالي 300 صفحة في مسألة شرعية عظيمة،
يقول في المقدمة: أنا لست بصاحب علم شرعي ولا أزعم أني أفهم شيئا في القرآن هكذا باللفظ ولا في السنة، ولكني وجدت هذه القضية قضية مثارة وقضية خطيرة، ومن حكم موقعي من يعني أني أستاذ في كلية التجارة وندرس هذه الأشياء، ذهبت إلى كتب الدين وراجعت فيها هذه المسألة، ثم قمت بإعداد هذا البحث وهذا الكتاب. بالله عليك ينفع كده الرجل يقول إن أمي وما يعرف شيء في القرآن ولا في السنة يذهب يقرأ لمجرد أن يصنف كتابا وينتهي وطبعا هو خلص، لأن الربا حلال ما فيش في أي حرج، وأن القضية يعني أنتم ناس متزمتون، وهو نفسه يقول أنني ما كنت أدري شيئا عن الدين. يعني هذا نوع من الخبل في الحقيقة، وهذا نوع من الآخر، وأنا مبتلى الظاهر بهذه الأشياء. أرسل لي كتابا يعني هو لابس طربوش كده زي حاطط صورته فرحان على الـ على الـ في نقد كتاب ابن القيم، كتاب ايه؟ كتاب الروح، نقد كتاب الروح لابن القيم، وكاتب عاكك عاك كما يقولون. الرجل ما امي يعني لا يحسن اي شيء في الدين، وكتاب كامل في نقد، وانا اخطئ ابن القيم في هذا، وابن القيم لم يفهم المقصود بهذا النص، وابن القيم والرجل يعني فقط لمجرد ان هو دكتور علوم في كلية العلوم، يعني هو تصور ان هذه المسائل مسائل الروح داخله معانا في المعمل، وبالتالي احنا دارسين كليه علوم ونحو ذلك. المساله صار فيها يعني خبط كثير وخلط. سبب الخلط ان يتعرض من لا يحسن للشيء يتعرض له، واقبح شيء ان يتعرض لمسائل الشريعه، ومن اقبح ذلك ان يتكلم على حياه النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته واخباره والدروس المستفاده، وينزل دروسا اخذها من ام راسه هو، لا علاقه لها لا بشرع ولا حتى بعقل صحيح. لا شك ان هذا يعني خلط وخبط، نسال الله ان يعيذ المسلمين منه. على كل حال، حتى لا نطيل مما نختم به في يعني هذه المقدمات التي اتت هكذا يعني عفو الخاطر، مسألة المهم جدا في لدارس السيرة فضلا عن مصنف السيرة أن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تدرس سيرته لغذاء العقل والقلب، وليس فقط لغذاء يعني العقل، وأن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا يستلزم أن نتأسى بما أمر الله تعالى به، وتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل. فللنبي صلى الله عليه وسلم من التعزير والتوقير في قلوبنا ما يجعلنا يعني، وهذا من محاسن كتاب الغزالي الذي كنا سندرسه، أن يقول في بداية الكتاب يعني أنا لا أكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يكتب عنه يعني رجل يعني ينظر في، وإنما أنا تابع له وأنا متأثر به وأنا متعصب له. هذا معنى جيد، مسألة الاعتدال في مسألة المحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وهذا الاعتدال لابد أن يكون وسطا بين طرفين، طرف يغيب عنه هذا الاعتدال تماما كالذي كتب حياة محمد حسين، ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الكتاب، هو يقصد هذا، ولا حتى في العنوان حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا قال حياة النبي ولا الرسول. هذا نوع من سوء الأدب. كيف والله تعالى أمر وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني ما أحد يقول يا محمد وإنما يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فله خصوصية في التعظيم والفضل والتوقير لا يمكن أبدا أن يعني نقوم بإغفالها ونحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى. فزعم المنهج العلمي ليس معنى سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنه حاكمه وكان هذا غلط، ولو أنه فعل هذا لكان خيرا منه، ولا حتى أن نفعل هذا مع أصحابه، فهم جيل مخصوص، ليسوا كما يقولون هم رجال ونحن رجال، ليسوا أي رجال، إذا كنا معهم فلسنا برجال،
لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصيح إذا مشى كالمقعدي. فإذا كان هذا مع الصحابة فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن أيضا وهذا في الحقيقة له تطبيقات كثيرة وأمثلة كثيرة نتعلمها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس مثلهم أحد في معرفة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه يعني يأخذ المشكوك ويضربونه ضربا حتى الموت في الروايات، حتى لا يعرف وجهه من قفاه. يعني تخيل في بعض الروايات ما تعرف فين وجهه، يعني ذهبت معالم وجهه، ويأخذونه بعد أن يعني كادوا يعني أن يقتلوه، فهو مغشي عليه تماما، فيوفي يعني يغسلون وجهه حتى يفيق. فأول ما يفيق ما فعل رسول الله؟ أين رسول الله؟ وأمه كانت متفقة معاه في أيام الغربة، ما فيش حد يعرف أنه مسلم أصلا، فبسط له يعني الناس واقفين، قال لها ما فعل رسول، يعني حتى لو كانوا واقفين ما في كلام، قال دلوني على أين هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتحمل أبو بكر رضي الله عنه ومع أنه مضروب ولا يعرف وجهه من قفاه، لكن هو خايف يكون أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني شر. فعاطفة يعني العاطفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة من بني دينار التي يعني جاءوا يوم أحد فبلغها الهزيمة، وأن القضية اليوم لم تستوي، وأن المسلمين يعني فعل بهم وفعل، فقال له يا أم فلان يعني عظم الله أجرك في أبيك، قالت ما فعل رسول الله؟ فقالوا لها بالتدريج يعني، قالوا عظم الله أجرك في أخيك، قالت ما فعل رسول الله؟ قالوا لها عظم الله أجرك في زوجك، قالت ما فعل رسول الله؟ لا زوج ولا أب ولا، دلوني عليه. قالوا هو بخير يا أم فلان، قالت دلوني عليه، يعني ما اكتفت بالمعنى العام هو بخير. فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل. فالمعنى هذا مهم جدا، يمتلئ القلب بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركات دراسة السيرة. ولعل الدرس اليوم إذا كان في بعض يعني الثقل يعني ينجلي يعني دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني لا بد من اعتباره، وهذا التوازن المقصود أن يكون هناك يعني عدم إغفال لجانب العاطفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل أيضا عدم غلو في هذا الجانب، لأن بعض الناس يقول أيوة أنت جبت الكلام اللي احنا عايزينه، خلينا بقى إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على طريق آخر وهو طريق الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله. ليس معنى ارتباطك العاطفي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعني تتصور أشياء غير صحيحة أو أن ترفعه فوق منزلته. هو نعم ليس بشر، هو بشر من البشر لكنه بشر مخصوص. بعض الناس يقول هو يعني هو ليس كأي بشر، صحيح لكنه بشر، وبعض الناس يقول ليس بشرا أصلا، لا ليس إلى هذه، هو بشر من لكنه بشر مخصوص، هو بشر مخصوص فله حقه في العاطفة والإجلال، لكن يعني لا يخرج عن كونه بشرا فلا يقال له فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ولا يقال له يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ولا يحلف به ولا يعني يقسم به ولا يعني يتخذ قبره عيدا، ولا يتصور أنه خلقت له الدنيا ومن نور نبيك يا جابر، وأن القوائم على العرش والأشياء، ومن حج فلم يزرني فقد جفاني، والموضوعات الكثيرة والحكايات والقصص والأخبار والمنامات والرؤى والأزواق والوجد والأشياء التي عند الصوفية كلا طرفي قصد الأمور زميم. نحن هذا ليس فيه احترام للنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء خصوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما أن النصارى خصوم عيسى بن مريم يوم القيامة من نفس الباب. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فالمقصود التوازن والتوسط بين الإفراط
والغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم واستعمال ما لا يصح نسبته إليه بل هو بريء منه، وبين، وهذه نحتاجها نحن معاشر أهل السنة، وبين الجفاء الواقع أحيانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في التقصير في العمل بسنته والتقصير في ذكره أو في الصلاة عليه عند ذكر اسمه والتقصير في استشعار الارتباط الروحي والعاطفي والمعنوي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا يعني من الهدي ولا هذا، وإنما التوسط الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحشرنا في زمرته وأن يجعلنا من أتباعه وأن يجمعنا به في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. يقول: ما هي المغازي؟ المغازي يعني الغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ترتب على هذا يعني قيام دولة الإسلام. ولا فرق، بعضهم يفرق بين السير والمغازي، والصحيح أن المعنى واحد. الذي صنف في المغازي قصد يعني كتابة هدي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صنف في السيرة كذلك قصد يعني التصنيف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء سميناها المغازي أو السيرة. والمغازي يعني المقصود غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتسع لتشمل يعني أيامه وحياته بين أصحابه. هل صيام التاسع والعاشر والحادي عشر أفضل في الثواب؟ غدا التاسع إن شاء الله، أليس كذلك؟ نحن يعني كأن هذا جزاء الله خير يذكرنا يعني صيام عاشوراء الذي صيامه كيوم يكفر الذنوب سنة، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم، وأيضا يعني قوله صلى الله عليه وسلم: عشت إلى قابل لأصومن التاسع، مخالفة لليهود. وهذه هي السنة على كل حال. ولو أن رجلا نسي أن يصوم التاسع أو اتفق أنه لم يصومه لأي غرض فإنه يصوم العاشر، فإنه مقصود، ولا يقصد بهذا مشابهة اليهود بل مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الروايات: لأصومن يوما قبله ويوما بعد. والحقيقة أن المحرم كله محل للصوم، كما يعني في حديث مسلم: خير الأيام وخير الشهور بعد رمضان، وأفضل الشهور بعد رمضان شهر الله المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر يعني بتعظيم الأشهر الحرم، ومن ذلك الصيام: صم من الحرم وأفطر. فالصيام في الأشهر الحرم عموما هذا وجه خصوصها على بقية الأشهر، لها من الفضل ما يشرع فيها. كان بعض السلف يصوم الحرم كلها، والأمر واسع على كل حال. صارت الأخبار تؤكد على أن المسجد الأقصى صار بمثابة الريشة المعلقة في الهواء. والسؤال: إذا انهار المسجد الأقصى فهل يسجل التاريخ علينا أننا الأمة التي شهدت سقوط مسجدها وعيونها فوق الكرة؟ هو التاريخ سجل خلاص من قبل أن يسقط، لأننا نحن الذين سقطنا. لكن نسأل الله تعالى أن يحفظ الأقصى، الحمد لله. وحفظ المسجد الأقصى ليس بأيدينا وإنما بيد الله عز وجل، وإلا لو أن اليهود يعني بأيديهم أيضا لا يعني هدموه هدما وغيروا معالمه، لكن للبيت رب يحميه، أبشر إن شاء الله. وبدل أن يعني ننشغل بهذه المعاني، والانشغال بها على كل حال حق، ولكن أقصد ننشغل بالجانب العملي منها، كيف يعني أحقق عبودية الله سبحانه وتعالى وهذا الذي خلقت لأجله في نفسي وفي يعني من حولي، وكيف أنصر هذا الدين، وكيف أخرج عن أن أكون خائنا لديني ولنبيي ولأمتي ولربي قبل كل شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلو كانت القضية بالكلام إذن لسهل الكلام، ولصار الممثلون هم أفقه الناس، لأنك تلاقي الصبح صحيح ممكن تلاقيه عربيدا سكيرا، لكن تلاقي على القناة الثانية بعد ساعتين مصلح وهو عمر وهو صلاح الدين وهو محمد الفاتح وهو، فإذا لسبق هؤلاء. لا، كلام كلام في كلام، قضية قضية يعني فعال ويعني منهج وخطة تضعها لنفسك، بحيث لو قصر المسلمون كلهم في نصرة هذا الدين أنت لا تقصر، تقول هكذا في نفسك: لو كفر الناس كلهم فأنا لا أكفر،
ولو تخلى الناس فأنا لا أتخلى، لا أملك إلا نفسي، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وأنت تعرف موقف أنس بن النضر يوم يعني أحد، وسيأتيك إن شاء الله، لما تخاذل بعض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ تصعدون ولا تلون على أحد، ويعني واصل يعني مع أنه لم يكن أحد حوله يواصل، حتى وجد في يعني جسمه ما بين 70 ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ورمية بالسهم. ماذا قال قبل أن يجود بنفسه؟ قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء ونظر للمشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء ونظر للمسلمين. الكل يفر في الجبل، هو لم يفر، فكيف كان حاله الآن رضي الله عنه؟ هذا في يعني أعلى الدرجة. فإذا وجدت تقصير المقصرين فكن كأنس بن النضر وأمثاله رضي الله عنه، وهذا نستفيده إن شاء الله من دراسة السيرة. إذا بلغني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم أعرف صحته، هل الأصل أن أعمل به حتى يتبين لي ضعفه من صحته، أم الأصل أن أتوقف فيه ولا أعمل حتى يتبين لي أنه صحيح؟ السؤال عمليا يعني نظري شوية. إذا كان هذا الحديث في مسألة أنت ترى الناس جميعا يعملون بها، ومنهم من أهل العلم والفضل، لأنه ليس كل الناس يعرف مثلا الحديث الذي يأمر بصحة عاشوراء، والله تعالى لم يكلفهم بهذا، هم يسألون يا جماعة سنة سنة، خير خير، ندخل به الجنة ندخل به الجنة. وإلا لو وقفت أي واحد في الشارع وقلت له لماذا تصوم عاشوراء، لن يقول لك أكثر من هذا، على الأقل في عوام الناس يقول لك والله تقربا إلى الله، فهو يعرف المعنى الإجمالي إن هذا للتقرب إلى الله. فإذا بلغك حديث وأنت يعني تعلم أن الظاهر أنه يتقرب به إلى الله، وأن من تأتمن ديانته يعني عمل بهذا، فسارع بالعمل به. وإذا حصل عندك نوع من يعني التردد كأن ترى قولا آخر أو نحو ذلك، فاسأل العلماء. وإذا كان عندك يعني بعض التمكين في العلم والنظر في الأدلة، فلا شك أن مثلك لا يسأل هذا السؤال، لابد أن تعرف وتتبين يعني درجة الحديث، لكن ليس كل الناس يطالبون بمثل هذا. وإلا فمن الناس من يكفيه أن يعرف هل هذا يعني محبوب إلى الله تعالى فيفعله، وحينئذ حتى لو اتفق أنه غير محبوب فهو يثاب، لأن الدافع للفعل عنده كان يعني محبة الدين ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله عز وجل. تشوش علي مفاهيم ذكرت في حلي الطالب العلم من أن البزاءة من الإيمان، البزازة يعني مش البزاءة، لأن البزاءة دي ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فالبزاءة ليست من الإيمان، نعم، لكن تقصد البزازة يعني أن يكون الإنسان يعني متقللا في عيشه وملبسه ونحو ذلك. يقول: فيما أعرف من مشايخ وعلماء أحسبهم على خير وهم أقدر على تحقيق الزهد ومثل هذه المعاني، ولكني أجده من أفضل الناس اعتناء بملابسهم وأناقتها وغلو ثمنها. أظن إحنا ذكرنا هذه المسألة، ليس معنى البزازة من الإيمان أن الإنسان يعني يترب ملابسه قبل أن يلبسها، أو أنه يتعمد يلبس إذا كان البنطلون يعني أسود، لو كان يلبس بنطلون يلبس مثلا قميص يعني أزرق، بس شو بقى أنت الآن معرفش الألوان زيك، يلبس حاجة لسه دايمين بيمشي الزر مع كل حاجة، يعني ما يتعمد أنه هو يخالف لمجرد المخالفة. لا بأس أنه هو أن الرجل يحب أن تكون يعني ثوبه أو يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، الرسول أقر هذا وقال إن الله جميل يحب الجمال. إذن ما وجه الإشكال الخطأ هنا؟ الخطأ الإنسان يبالغ في التأنق على وجه يؤثر في شخصيته، يصرفه عن طموحاته، يجعله خفيفا، يجعله ينصرف إلى ملاذه، وهذا المذموم. أما إن كان يعني الإنسان لا بأس أن يسوي شعره ويمشط شعره في لحظة وهو نازل، هذا لا بأس به، هذا يعني كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن معنى هذا أن أنا أجيب بقى أقعد نص ساعة أمام المرآة؟ في بعض الناس يفعل هكذا ويمسك بالشعرة ويجيبها وراء، ممكن عايز يقسمها اثنين، دي تيجي نصها هنا ونصها، هو هذا المقصود المنهي عنه. وحينئذ يقال مثل هذا البزازة من الإيمان، يعني لا تجعل هذه المسائل في قلبك. لكن إذا أمكنك أن تكون مرتبا، خصوصا إذا كانت لك نية، نية أن يكون أهل الديانة، ولعل هذه النية التي عند أهل العلم الذين يعني ذكرتهم أنهم يحرصون، وكل أنه يلبس أشياء غالية الأمر فيه سعة، إن الله يحب أن يرى يعني أثر نعمته على عبده، فالرجل ربنا عز وجل وسع عليه، فلو جاء
لكن طبعا بحدود، ليس معنى هذا أن يأتي بالمركات الحذاء اللي ب 500 و600 لا يلزم، على أنه مباح لكن لا يليق بمثلي أن يفعل هذا. فلو رأيت شيئا من هذا أنت تحسن الظن ولا تنشغل بتتبع عورات الناس. إذن التوسط هو المطلوب، ليس يعني المبالغة التي تخرج أو تعظم الدنيا في قلب الإنسان وتخرج منه يعني الهمة العالية وتطبعه على أن يكون مؤنس الطباع وخفيفا في شخصياته، هذا طرف. ولا المقصود أن الإنسان في زمان كهذا يسمع مثلا وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مرقعة مشققة مخرقة، ولهم إذن هي السنة كده، فيأتي بالحذاء الجديد ويخرقه ربما ويشققه ويقطعه تأسيا، هذا غير مقصود. الأنصار والمهاجرين كانوا على هذا النحو من التقلل لأن لم يكن عندهم ما يجدون، وإلا فلما فتح الله تعالى عليهم يعني تحسنت أحوالهم، فأنت تستفيد من هذا. إذا كان الله عز وجل قد يعني قدر عليك الرزق، لا يلزم أن تقترض من الناس حتى تشتري محمولا وبعدين تجيب الإن مش عارف إيه 5 ومش عارف إيه وتجيب بقى الدرجة اللي ورا الدرجة، ولا يلزم أن تجدد الانتريه بتاع البيت، ولا يلزم أن تكلف نفسك فوق طاقتك، وإنما امشي على حسب يعني حاجتك دون غلو ولا يعني تقصير. هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان لظروف كميعاد القطار مثلا؟ الأصل ألا تفعل هذا، وأنت عارف أن في ميعاد للقطار، فلماذا تنتظر يعني إلى الأذان؟ لكن إذا كان هناك نوع من الضرر أو نحو ذلك فيعني على حسب الضرورات تبيح المحظورات، وإلا فالأصل أن الإنسان لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى لا يتأسى بأحد، وهذا لا يليق إذا سمع حي على الصلاة حي على فلاح. والحقيقة أن كثير من هذه المسائل الأمر فيها واسع، بمعنى أن لو فات القطار أنت لن تموت، إما أن يكون القطار بعده وإما أن يكون يعني مواصلة أخرى، والمسألة فيها سعة، يعني ما عاد هذا الضيق اللي الإنسان دايما يصل للمفتي المسألة على أنها خلاص يعني في موت الآن، أنا لو ما خرجت يا أخي الأمر واسع. وأنت قد تخرج من المسجد لتدرك القطار فتلقى صاحبك فتبقى معه وتضيع القطار، ولك إيه الحال القطار؟ تقول يا عم الأمر واسع أنا أتصرف. فلماذا في المسجد يعني وفي الدرس تأتي هذه الأشياء؟ لو توضأت ومسحت على الخف ثم نزعته وأنا على وضوء، هل أغسل رجلي أم لا؟ فيها ثلاث أقوال لأهل العلم ذكرناهم أو يذكرون لك في درس الفقه في المدرسة، والراجح أن أنت على وضوء يكون وضوء صحيح، لكن لا ينبغي أن تضع نفسك في خلاف كهذا. ما الذي يجعلك تنزع الخف بعد أن مسحت عليه؟ أنت لابس إن كنت تريد أن تمسحه أنت تنزعه واغسل رجلك أو امسح عليه وصلي، فلماذا تمسح عليه ثم يعني تقوم بنزعه؟ هذا استحضار يعني سبب فيه يكون متعسرا، فحتى لا تكون في مسائل يعني خلاف الأولى ألا تفعل. لكن لو فعلت وركبت رأسك وفعلت، بعض أهل العلم يقول تعيد الوضوء، وبعض أهل العلم يقول تغسل رجليك، وبعض أهل العلم وهذا الراجح أنك يعني الوضوء صحيح ولا شيء عليك وتصلي إن شاء الله. الكلام في الحمام ذكرا أو كلام دنيا هل يجوز؟ لا ينبغي ولا يليق، والإنسان اللي دخل لقضاء حاجته ليس من المروءة أنه يعني يتكلم وينشغل بمثل هذا، وإنما هذا وقت يعني المكان تحضره الشياطين، وهذا وقت غفلة، ولهذا كان رسم يستغفر إذا خرج من يقول غفرانك، إلا أن يكون شيء دعت إليه الضرورة، يعني واحد يطرق الباب وانت ساكت، يطرق الباب وانت احسبك مت، قل انا موجود يا اخي خلاص، تقول لي اه مش هتكلم، والله لو مت انت من هتكلم؟ ما احد قال هذا. هل من السنة تعجيل صلاة المغرب والإسراع في سنتها القبلية للأمر بذلك؟ ما أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل صلاة المغرب والإسراع في سنتها، وإنما يعني وقت المغرب ضيق ينبغي يعني عدم التأخير، لكن ليس معنى هذا أن التعجيل بالمعنى الذي لعلك تقصده، المغرب غريب كما يقول العام، المغرب غريب يعني بعض الناس يأذن ويقيم الصلاة، لا كان صلوا بين المغرب ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 مرات، وقال في الثالثة لمن شاء، وكان الصحابة يبتدرون السواري سنة المغرب،
وكل الداخل يصلي. فالأمر يعني يرجع إلى التوسط الذي يراه الإمام من حال الناس، فأنت لا تشغل نفسك بهذا. حدود العلاقة مع القريبات وأصحاب الأم من غير المحارم، ولا تخشى منهم الفتنة، إذ لا تجمعك بهم صلاة إلا السلام إن كان مباح. على كل حال الضابط هو الذي ذكرته، إذا لم تكن ريبة، إذا لم تكن ريبة فالأمر واسع. يعني صديقة الأم التي يعني رأيتها في بيتكم وأنت بالنسبة لها كأولادها، ليس معنى هذا كأولادها أن تأخذك ويعني تقول لك ده أنا أمك، هذا طبعا من الجهل. وليس معنى هذا أيضا أن تقول خلاص إحنا كبرنا والتزمنا ولا حتى السلام عليكم، كلا طرف قصد الأمور زميم. إذا كان هناك لم تكن هناك ريبة، السلام عليكم، كيف حالك يا خالة، ما فيش مانع، وكيف فلان اللي هو قرينك وفلان اللي هو يعني زوجها، الأمر في سعة ما لم تكن ريبة. فإذا كانت هناك بعض الريبة حينئذ يعني يمنع هذا كله. الريبة توجد أكثر مع القريبات مش مع أصحاب الأم، إن كانت هناك قريبة بالذات بنت الخالة وبنت العمة وابن وبنت العم والخال، الريبة هنا تكون كثيرة، لأن الظاهر أن في يعني نشأة مشتركة ونحو. فالأولى عدم الاختلاط، بل الواجب عدم الاختلاط، إلا المسائل اللي لا بأس فيها من في الشريعة زي السلام، السلام عليكم، وعليكم السلام. إذا وجدت أن السلام عليكم هتوجعك في قلبك لا تسلم، وإذا وجدت أن أنت قلبك سليم والمسألة لا تخلو عن يعني كيف العم وكيف الخالة والسلام عليكم وعليكم السلام، فالأمر واسع. متى يضيق ومتى يتسع على حسب ما تراه من قلبك وعلى حسب ما تراه من الحال. حيثما كانت الريبة ضيق 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 حتى لا تكون ريبة، لكن يعني لا تكن غشيما. وحيثما انتفت الريبة فلا بأس بنوع من السلام عليكم وعليكم السلام، لا بأس كيف حال فلان أو نحو ذلك. أما بعض الناس يتوسع بناء على توسع غير مرضي، يجيب لها كتاب ولا اقرأ كتاب وأنا راجع لك لو عندك مسألة. لا يا حبيبي، لا عندك مسألة ولا عندها مسألة، هذه المسائل تجر إلى يعني غوائل. من كفر الزيات يكون عندي عمل في بيلة يوم الخميس، هل يعني أقصر؟ والله أنا ما أعرف كم بين كفر الزيات وبيلة، لكن الضابط الضابط الأول يقول أن أقصر الظهر مع العصر حتى أتمكن من حضور المدرسة يوم الخميس، يبقى مش يقصر الظهر بقى، تقصد الجمع، يقصد يجمع الظهر مع العصر. على ما تقول الأمر واسع، لأنك تقول المسافة بين البيت وبين البلد أكثر من ساعة ونصف، واضح أن المسألة واسعة. القصر في مطلق السفر، إذا سافرت أقصر مطلقا، حتى لو سافرت للنزهة فالأصل في السفر القصر. وأما الجمع فالجمع لا يكون إلا لحاجة، وهذه الحاجة تتصور في السفر وحتى تتصور في الحضر. أيام بردك هذه لو أن المؤذن كان فقيها، وهذا مسجد سنة، فإنه ينبغي في المغرب مثلا أن يقول بعد حي على الصلاة، يقول الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، يعني صلوا لا تأتوا المسجد. وهذه من السنن في حين اشتد المطر والوحل والبرد الشديد الذي يؤذي. لكن الإنسان الأصل أن جماعة تقام في المسجد، بعض الناس يذهبون إلى أشغالهم يبقى خلاص يروح المسجد، لكن أحيانا يكون عنده بعض أيضا لو جمع المغرب مع العشاء، لكن كانوا يجمعون العصر مع المغرب يشرع، والمغرب مع العصر مع الظهر استغفر الله، والعشاء مع المغرب، سينام ما عنده، يريد أن يبادر في هذا البرد وهذا. فالأمر واسع في حتى الجمع في الحضر، لمطر، يعني مرض، لحاجة. إذن لا تربط بين الجمع وبين القصر، القصر سنة ماضية في السفر، وأما الجمع فحيثما يحتاج إليه، كثيرا ما يحتاج إليه في السفر، وأحيانا يحتاج إليه أيضا في الحضر، وحينئذ تجمع. ما الضابط في قراءة كتب غير المسلمين ككتب ديل كارنيل في فن المعاملات والتأثير على الآخرين بحجة أنها مفيدة؟ والله اللي تبدأ الأول تقرأ كتب المسلمين وتفهم دينك وعباداتك وكيف تصلي وتتوضأ، وكتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب في يعني في كل فن، بحيث تتكون شخصيتك، يكون لك شخصية. بعد هذا إذا بلغ كتاب مفيد في بعض المسائل، كهذا الرجل له كلام جيد في بعض المعاني الفن معاملة الآخرين ونحو ذلك، كلام جيد، لكن لا يقرأ إلا من إنسان منضبط، لأن هذا الكلام الجيد والرجل كافر أحيانا يكون في وسطه كلام
غير جيد، من الذي يميزه؟ يعني هذه الكتب لهذا المصنف أنا قرأت بعضها فيها كلام ممتاز وفيها كلام ساقط تماما لا يجوز. متى يكون ممتازا؟ إذا كان يتكلم عن المسائل الفطرية والمعاملات والخبرات الحياتية التي هي مشهورة بيننا، في الحقيقة أنت تعرفها لكن هو يرتبها لك. ومتى يسقط؟ إذا تعرض لبعض القيم التي عنده على دينه وعلى مجتمعه مما يخالف ديننا. فلو أن رجلا يعني أبيض كما يقولون قرأها ستعجبه جدا وسيأخذ السم في العسل، ولو أن رجلا يعني انتظر حتى قرأ الكلام الذي ينفعه والذي ليس فيه يعني خلط ولا خبط هذا أولى. ولهذا لا ينصح بكتابة مثل بقراءة مثل هذه الكتب لكل أحد. في فصل الشتاء ومع شدة البرد تسقط قطرة أو بعض قطرات من البول بعد الفراغ من قضاء الحاجة، وهذه القطرات من غير إرادة، وكثير من الناس عندهم مثل تلك المشكلة. أرجو أن توضح ما إذا كانت، طبعا بختصر السؤال أطول من كده، ما إذا كانت تلك القطرات تنقض الوضوء أم لا، ومرة تانية علما بأنها تسقط بغير إرادة وفي أغلب الوقت خاصة مع شدة. وهو نفس الكلام قال، يعني هذا إنسان عنده وسواس. طبعا ده نص السؤال، النص الثاني نكتفي به. هذا موسوس، والموسوس هذا علاجه أنه لا يلتفت إلى الوسواس، وأنه يجاهد نفسه، وأنه يعلم أن من كان بي يعني سلس بول أو نحو ذلك فهو يتوضأ لكل صلاة ولا ينشغل بهذا. أما أنه يبقى في الحمام أحيانا ساعة ونص وساعتين صلى الله عليه وسلم، بعض الناس هكذا، هذا قبل ما يدخل أيضا بيرش حوالي من 30 صفيحة إلى 50 على الحمام، وبعد ما يطلع يحس برضه أنه مش نافع وما يدخل تاني عشان يتوضى مثلا، وبعدين يروح يسأل كل واحد بيشوفه. هو دي مش أول مرة يسألني، أنا معرفوش، لكن هذا ولا أول واحد يسأل ويبقى منشغلا، هذا يخشى أن يكون نوع من الوسواس، فيعالج بأن الإنسان يجاهد نفسه ولا يستسلم لهذا، ولا بأس أنه ينضح يعني فرجه بالماء، بحيث إذا قال هذا فيه نقاط نزلت يقول لك لا ما في شيء نزل، ويتوضأ لكل صلاة ويكتفي. أما إذا بقي مع هذه الوساوس فإنها تكاد تقتله، وإذا بلغ الوسواس درجة عالية فينصح بالذهاب للطبيب. في البدايات يكتفى بكلام الناصح كالذي نقوله، جاهد نفسك واستعن بالله ولا يعني تسترسل مع هذه الوساوس، وانضح فرجك بالماء وقم وتوضأ لكل صلاة، لما يكون الأمر في البداية. إذا زاد معه لحد ما شغله إلى درجة تشوش عليه وقد تتطور في صلاته وقد تتطور في أنه يرى يعني أشياء وتهيؤات ويقذف الشيطان في قلبه كلاما في مسائل الاعتقاد والشكوك ونحو ذلك، هذا يحتاج إلى الطبيب، لأن عند الطبيب علاج كيميائي لهذه المسائل، لكن يصبر عليه، يقعد حوالي 6 شهور يعني هو يذهب، ومع أول مرة يقول ما حصلش حاجة، لا اصبر 6 أشهر على العلاج، وإن شاء الله يعني صلى الله تعالى أن يشفي كل مريض. آخر سؤال حتى لا يدركنا الوقت. طيب يقول: لا يجوز الخاطب أن يجلس مع مخطوبته قبل أن يعقد عليها في وجود محرم، ما حكم البيع بالتقسيط؟ يعني هو الظاهر ده سؤال تاني، لكن هو هذه الصيغة يعني كأن لا يجوز، هذا كأنه يقول ما حكم يعني جلوس الخاطب مع مخطوبته قبل أن يعقد عليها. الخاطب مع مخطوبته قبل العقد غريب كأي واحد ماشي في الشارع، فإن كنت ترى أو هي ترى أنها تمشي تجلس مع أي واحد ماشي في الشارع في وجود محرم فإنه يجوز لك، طبعا هي لا تفعل هذا. إذن ليس بين الخاطب بعد أن ننتهي من الاتفاق على الخطبة، أما افرض أنك عايز تشوفها تاني متردد لك أن تراها مرة أخرى وثالثة إذا احتجت إلى هذا لتحسم القضية. حسمنا القضية وتمت الخطوبة، ترجع إلى الحال الأول على أنك غريب وهي غريبة، لا أجلس معها لا في وجود محرم ولا في غير محرم، لأن لو محارم الدنيا كلها جلسة أنت يعني سيكون عندك ريب، وإلا لماذا تتزوجها وهي كذلك؟ فأنت لا أنت متهم في نظرتك لها وهي كذلك. فخروجا من يعني وساوس الشيطان لا تكلمها بالتليفون ولا نحو ذلك إلى أن يتم العقد، فإذا تم العقد صار يعني الأمر في حل، تجلس معها في وجود محرم وفي غير وجود محرم، تكلمها في التليفون وتعجل إن شاء الله بالبناء، وربنا عز وجل يعني يتم لك بخير. البيع بالتقسيط جائز.
عند جماهير أهل العلم، لكن بشروطه يعني المعروفة، أنه يتم عرض البائع أي عرض يعرضه على المشتري ويتفقان قبل الخروج من المجلس، قبل أن يعني يقضى المجلس يكون البائع والمشتري اتفقا على الصيغة المعروف. لأن بعض الناس يقول التلاجة دي بألف جنيه كاش، وبألف ومتين على سنة، وبألف ومتين وبألف وربعمية على سنتين. هما ما حصلش بيع، هو بيحكي بيعرض عليك، تقول له ماشي أنا أخدها بألف ومتين على سنة، يبقى خلاص أنت اخترت نوع المعاملة وتكتبوا العقد على هذا، هتدفع منه 200 جنيه والباقي هيكون كل شهر، ما يجيش بقى بعد كده يغير. أما يمشي يقوله طيب أنا هات التلاجة ويمشي، هتعمل إيه؟ ربنا يسهل، إذا قدرت أجيب لك تمنها كاش هبعته لك بكرة، وإذا ما قدرتش خلينا على سنة، وإذا تعسرت أكتر خلينا على سنة. ما ينفعش هذا الذي لا يجوز. لكن إذا تم العقد على نظام في التقسيط متفق عليه ان تم دفع مقدم كذا والباقي كذا، فالامر فيه سعه ولا يشكل انه اغلى من الكاش، لان شيء طبيعي ان في مقابل المده يعني سيزيد الربح لاجل دوره راس المال. لكن بعض الناس الجهال يعني يسمي البيع بالتقسيط فايده، هو هذا اللي بيعمل اشكال عند الناس. يعني يقول لك خد التلاجة مثلا على سنة وديك فايدة 20 على أصلها، ولو خليتها على سنتين هخلي الفايدة 30. كلمة فايدة عملت إشكال، في الحقيقة البيع جائز بس هذا لا يسمى فايدة، فهو نتيجة الثقافة العامة في المجتمع، ثقافة البنوك. وبيقول لك أنا دورة رأس المال محتاج إن أنا لما زودها أعمل كذا، بأن هحسب إن الفايدة كذا، هذه لا تسمى فايدة، ده بيع حلال. ان انا بيع التلاجة يدفع 200 جنيه والباقي 100 جنيه كل شهر ولا 50 على كذا شهر اتفقنا عليه، هذه لا تسميها فائدة، وانما تسميه بيعا صحيح. وجه الاشكال ان هم بيسموها فائدة، فيشكل على الناس ان دي اشبه بفائدة البنوك، وهذه ليست فائدة. الفائدة يعني باب اخر. بقيت له اسئلة، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.